وطء المستحاضة، يحرم وطؤها من غير خوف العنة منه أو منها، ولا كفارة فيه. نعم، يحرم وطؤها من غير خوف العنة منه أو منها. العنت وهو الضعف، حيث أنه ممكن يقع في الزنا أو هي تقع في الزنا يعني. وذاك الله تبارك وتعالى يقول ذلك لمن خشي العنت منكم، يعني الأصل أن الرجل يعني في الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. الأصل في المسلم لا يجوز له أن يتزوج الأمة اللي هي العبد المملوكة، لا يجوز له أن يتزوجها، يتزوج حرة، يتزوج حرة ولا يتزوج أمة. ليش ما يتزوج أمة؟ هذا راح نأتي إن شاء الله كتاب العتق إن شاء الله نتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله من وصل له. لكن بشكل مختصر، لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والعتق، فهو لما يروح يتزوج أمة عياله منها عبيد، عبيد لسيدها، فكأن أساء إلى من؟ أساء إلى أولاده. ولذلك لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إن ابني يعقني، يعني ما يسمع كلامي ويؤذيني وكذا، فدعاه عمر، دعا الولد، قال إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه. قال يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي؟ هو الحين يشكي أبوي، طيب أنا بعرف حقوقي، أنا ما حقي على أبي. قال حقك على أبيك أن يعلمك القرآن وأن يحسن اختيار اسمك وأن يحسن اختيار أمك. قال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما اسمي فجعل، مسميني جعل يعني خنفسانة أبو جعل هذا. قال أما اسمي فجعل، وأما أمي فأمه، متزوج أمه، صرنا عبيد بسبة أبوي، مملوكين لغيرنا بسبة أبوي، راح نتزوج لأمه، واضح؟ وتبعنا أمنا في الحرية والعتق. فالتفت عمر إلى الأب وقال عققته في الصغر فعقك في الكبر. فالقصد أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج الأمة، لكن إذا لم يجد حرة ولم يجد ملك يمين يقول الله تبارك وتعالى ليس عليك جناح، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. ثم قال في آخر الآية ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك لمن خشيت عنده، وأن تصبروا خير لكم. لا تزوج أمة، لكن إذا كنت ما تستطيع وتخشى العنت وهو أن تقع في الزنا أو التعب الشديد بسبب هذا، لا تزوج لك أمة ضاقت عليك. كذلك هنا الأصل يقول الرجل لا ليس له أن يأتي زوجته المستحاضة، فإذا كان ولا بد إذا خشي العنت يأتيها يجامعها يعني. والقول الثاني في المذهب أنه يباح، ما يحرم، يباح حقه، لأن هذه مستحاضة. ذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن المستحاضة قال إذا كانت تصلي فالجماع أولى، أو صحيح البخاري يقول إذا كانت تصلي فالجماع أولى، إذا كان يباح لها أن تصلي فأن يجامعها زوجها من باب أولى. وهذا هو الصحيح، قول الثاني في المذهب أنه يباح أن يأتي زوجته، لأن هذه مو حائض حتى يحرم حيضها، يحرم وطؤها. الله تبارك وتعالى قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذه ما هي حائض، هذه ليست حائضة وإنما هذه مستحاضة. فإذا كان كذلك فالصحيح هو القول الثاني في المذهب أنه يجوز وطؤها، يجوز وطؤها. وكان عبد الرحمن بن عوف زوجته كانت مستحاضة طوال العام، وجاء عند أبي داود أنه كان يأتيها عبد الرحمن بن عوف، وهذا الصحيح أن المستحاضة يأتيها زوجها ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم.